عبدو حاجة لوفكي، حاجة تخفيف دم، قلي شو بدك. ليش مين قالك اني عم بمزح؟ عم اسألك عن جد، شو عندك الليلة؟ جاوبتك، قلت لك ما عندي غير عرس ابن الكبير. كتير منيح، معناها بدي خبرك خبرية. حط حلق بأدانك، المعلم حسن النشواتي هذا مثل ابني، حامله على دراعي لما كان صغير، وهلا لما كبر وصار رجال صرت شايله على كتفي. بقى بدي منك خدمة، من زرباوي لزرباوي الاخر، خلي لنا عينك عليه ودير بالك عليه من اولاد الحرام ومن شي سكين غدر تضربه. شبك جو مسد؟ اسمعني منيح يا رايسي، اذا في شي بصيبه لحسن النشواتي لخلي دمك ودم رجالك يغرق الحارة تغريب، قسما برب العرش اذا بتمس شعرة منه ما رح حاسب حدا غيرك، وانت المسؤول قدامي. اذا بيوقع على الارض انت المسؤول قدامي. احط ببالك هالشغلة لحتى ما تصير سكينتي على رقبتك. صار هرايسي؟ ما سمعتك، سمعي خافف. صار. عيني عليك، طلقتها على الطاير. لك روح اشغل انت وياه. يا ويلي على ابوك، على ابوك من الكلب. شلونك عمي منصور؟ اهلين ابو لطفي. مين عامل فيك هيك؟ ما تشغل بالك. مين عامل فيك هيك؟ مشكلة صغيرة. بصير خير، عدس بترابه بيجي وقت حسابه. منصور! شو عم تساوي لك سرماية؟ تعال هون. عاول الرجال. لك عاول الرجال يلا على ابوك كلب انت الثاني. يا ولك! شو عم تحكي لك هرايسي؟ جبنت؟ شو هالكلام يا ابن الكبير؟ لك عن شو بفهم من الحكي اللي حكيته؟ عبده دريان بالسيرة كلياتها، يعني مو لصالحنا. وبعدين لا تواخذني، أنا ما عندي مشكلة أقضي لي كم سنة بالسجن، بس العترة عليك. العترة علي؟ إيه بهالحالة ما عاد تقدر تقرب على حسن. لك مين قال هيك؟ أخي أنا بس لخلصك من عبده انت بتخلص من حسن. بس رح موت، رح موت واعرف بس مين هالابن الحرام اللي عم ينقل له الاخبار كلياتها لعبده. لا تموت ولا شي، اللي عم ينقل الاخبار هو واحد من زلمك العوينية. روح روح ميقفاك قبل ما تعمل زلمه لك هرايسي. روح.